تعالوا نشوف الـ قلنا كثيرا ازاي السناتر بتشكل وعي النشء والتلاميذ دلوقتي يعني، وبقت مجتمع اصبحت بديلا للمدارس. اتمنى يعني خطة تطوير التعليم الجديدة تودينا الوضع مختلف وتعيد الاعتبار لمدارسنا او تنهي ظاهرة الدروس الخصوصية. المهم انه مع هذه الظاهرة بيبقى في مجتمع حواليها يعني، وحوادث تحرش فهنا تم طعن طالب لانه حاول منع التحرش بطالبتين. اسمه رزي سمير رز، في تانية ثانوي عام وعنده 17 سنة. 17 سنة، طب قولي لي بقى يعني الواقعة حصلت ازاي؟ هو فعلا كان خارج من درس وتم التعدي عليه ولا التفاصيل ايه كانت بالظبط؟ هو كان عشان خاطر المراجعات بتاعت نهاية السنة، فقال لي يا ماما انا ورايا درس النهاردة في مركز المصطفى في المرج. فنازل واتصلت بيه، يا حبيبي انت فين؟ قال انا قدامي نص ساعة يا ماما واجيلك. وبعد كده هو اتبصيت لقيته اتاخر، لغايه ما جت ناس قالت لي ابنك في المستشفى بين الحياه والموت، تعالي الحقيقه. فجينا في المستشفى لقينا كان حصل معاه ان في ناس اعتدت عليه، شباب كانت في الشارع ضربه شاربه حاجات ومش في وعيها، ماسكين طوب بيحدفوه على، كان خارج من الدرس معاه زمايله، بنت اسمها مارينا وبنت اسمها روان. واحنا خارجين في عيال كانوا بيحدفوا علينا طوب انا وصاحبتي، فهو جاي بيرد عليهم بيقول لهم عيب كده دول بنات، فراح هم قالوا له لا طب اهو، راحوا حاطفين تاني طوب وضربوه على قفاه، فراح هو مسك فيهم وشدوا مع بعض وراحوا طلعين مطاوي وراحوا معورينه كل التعبير ده في جنبه وفي ظهره وفي ايده وفي رجله. مش مصدقه الموقف ده، المركز مليان شباب وطالعين وكده، محدش راضي يحوش عن اللي بيحدفوا الطوب بره على البنات. هو يا عيني بقى ما طاقش معاه اخوات، يعني ما يبصش اللي بيحدف ده ان ما معاه اخت، بيكلمه بيقول له يا ابني انت مش معاك اخوات زيها؟ راعي ان دي بنت يعني وتعمل فيها كده، بنتين ماتشين. لقينا ان هو مجروح كذا جرح جامد، يعني في بتاع 7 8 جروح مجروحين جرح جامد، وتعمل له عمليه وخيطوا له الجروح ديت. جه تاني يوم راح العمليات اللي اتعملها ديت، في عمليات اتعملت راحت بايظه تاني، راح اتعمل له عمليه تاني الصبح، طلع فيه نزيف وعمل له عمليه تاني الصبح. بعد ما اتعمل له العمليه التانيه ديت لحد دلوقتي في الرعايه وما طلعش لحد دلوقتي تعبان يعني جامد. وهو كان داخل بيقول لهم عيب كده يعني، هو ولا داخل اتخانق معاهم ولا داخل قال لهم اي حاجه، هو داخل بيقول لهم عيب كده ايه اللي انتوا بتعملوه دوت؟ راح قالوا له لا، راح قالوا له ماسكين واحد ضاربينه. ولغايه النهارده هم ما اتمسكوش. عايزين بس يجيبوا الواد دوت، ويعني الحكومه اللي شايفاه صح تعمله يعني. الصعق الكهربائي هتلاقي، ما كنا جبنا لكم ايضا نماذج، خلي بالكم كل القضايا اللي احنا بنستعرضها معاكم تباعا كلها هدفها ازاي نعالج الخلل اللي فيها. هو ده المجتمع، التقرير بتعمل تشريح للمجتمع، السناتر وما يحدث حولها فيها مهازل يعني، خلاص بقت هي البديل المؤسسي للمدارس، وبقى التلاميذ بيعيشين في السناتر تباعا يعني، وبيحصل اللي انتوا بتسمعوه ده يعني، حوادث تحرش، حوادث ضرب حقن، حوادث مش فاهم ايه، خناقات، لانه ما فيش ما ينظم ده، وهي بعيده تماما عن قبضه الدوله يعني، وما فيش بقى تعليم يعني، هي تعالوا نحفظ الحفظ وتلقين. أتمنى أنه نظام التعليم الجديد إن شاء الله يخلصنا من كل هذه المشاكل اللي أدت إلى تدمير التعليم طيلة السنوات الماضية.